كنا بنتكلم في الفاصل على دور الرجل مش بس دور المرأة، والحقيقة الراجل هنا يعني عامل مساعد أساسي للمرأة. مفيش ست، بنتكلم عن المرأة المتزوجة يعني، مفيش ست تقدر تقاوم هذا المرض وتقدر تدخل في هذه المراحل الصعبة، سواء من كيموثيرابي أو من راديوثيرابي بعد كده، بكل ما يصيبها من سقوط في الشعر، سقوط في الحواجب، مشاعر ألم فظيعة، إحساس بالفقدان، من غير راجل واقف بيسندها ويحتويها ويحبها وياخد باله منها. رجالة في مصر مش كلهم الحقيقة عظام، مش كلهم بيسندوا المرأة، لكن هذه دعوة للرجل الشرقي المصري انه الست بالنسبة لك ما تبقاش أداة وآلة وست عمالة تلف حوالين نفسها طول النهار علشان تظبط الدنيا وترضيك وتسعدك وتسعد العيال وكده، في النهاية هي إنسان قد تتعرض للمرض، وهنا دورك انك تقف جنبها وتسندها وتكون سندها وتحتويها، وهو ده اللي هيخليها تمر بها من هذه الوعكة وتقدر انها يعني تستعيد حياتها مرة اخرى. كانوا بيحكولي الاساتذة في رجالة هايلين بيجوا مع مراتاتهم العيادة بيقفوا معاهم، وفي رجالة بيتجوزوا عليهم. اول ما الست بتعيا، أو ما الست is dysfunctional زي ما بنقول، أو إن هي بتتوقف ولو مؤقتا عن أداء وظائفها الأنثوية الطبيعية، بيبقى ملهاش لازمة، ويبقى لازم ورقة ونرميها ونبتدي ندور على ورقة تانية. الزمن دوار، ولو أنت رميت الورقة دي هيجي يوم ربنا يدي لك ألم آخر بشكل آخر. خلونا ناخد عدد من الاتصالات الهاتفية. أماني من الجيزة، اتفضلي يا أماني. مساء الخير لمي. مساء النور، أهلا بيكي. اولا اول حاجه عايزه اقولها لك، يعني بجد انت حاجه كده سامبلز كده، عارفه امريكا عندهم they are very proud ان هم عندهم اوبرا وينفري، بس احنا المصريين we are very proud ان احنا عندنا لميس الحديد. ربنا يخليك يا رب، ميرسي. دي نمبر 1. نمبر 2، الابيض اللي انت لابساه ده فعلا 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 انا بكلمك من مشتاق نفسي. واسالي الدكتور، انا لابساه مخصوص عشان النهارده يبقى يوم تشيرفل. بالظبط 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 بالظبط. لميس بصي، انا كان عندي تجربه في 96 اكتشفوا في امريكا ان انا عندي زي ما الدكتوره قالت والدكتور اورام. اوكي. المهم بسرعه 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 تك 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 اخذ سامبلز مش عارفه ايه بتاع. اوكي. انا كنت في باستون في الماس جنرال هوسبيتال، دي من اكبر الجامعات بتاعه الطب في امريكا، يو نو. المهم بعتوني بسرعه جدا جدا بقى، عارفه اللي هو ايه، دي واحده جايه من بلد مسافره 17 ساعه، دفعت تذكره كذا، قاعده في اوتيل كذا. انا بكلمك ليه؟ بحكي لك التفاصيل دي الانسانيه، اوكي، في التعامل. وانا لا احمل الجنسيه الامريكانيه، اوكي. ادوني للبروفيسورة بتاعت اللي هي سرطان الثدي، عملت اللازم وفي الوقت ده انا كان عندي 36 سنه، انا ما خلفتش. اوكي. اول ما برايت بيت بتاعي عرف، خلع. خلع. انا قلت يا جماعه ما عندناش براد بيت، قلت والله من زمان. ايوه ايوه معاكي بقى يا اماني، ركزت اهو. ماشي. خلع براد بيت. خلع على طول. قال لي لا بصي انا مش غاوي مستشفيات وبتاع، وعلى فكره احنا كنا هناك لان هو انسان عنده طبع امراض مزمنه، وانا كنت معاه في عربيات الاسعاف على طول، بس مش مهم. اوكي. بعد كده اهلي خلعوا. فضل مين يا اماني بقى؟ فضل مين؟ والله بصي انا ابتديت، لان انا ست يعني الحمد لله ربنا انعم عليا بالعلم، ابتديت اقرا في ايه اللي عندي. اوكي. رحت عملت زي ما الدكاتره بتقول ماموجرام كل ست اشهر. البروفيسوره بتاعتي اللي شافتني دي قالت لي مش معنى ان عندك الاورام دي ان انت يبقى عندك كانسر، ولكن الاحتمال كبير. اوكي. طب فعملتي ايه؟ عملت ايه بقى؟ ابتديت انا مع نفسي اهزم ده، لاني لوحدي يا لميس ما معيش الا ربنا. هزمتي ده ازاي يا اماني؟ ازاي عملتي كده؟ بصي بقى، قريت، بعدت عن كل حاجه تزود القصه دي. ابتدى يطلع لي زوايد في حتت من جسمي، اروح واخدها واحللها، ويقولوا لي لا لسه كامل كامل، فيري جود، هايل، انا عندي يقين. الطبيعي ان انا لازم اخد كيموثيرابي روديشن، بس انا يقيني لان ما عنديش حد يقعد بيا في المرحله دي يا لميس للاسف. يقيني بالله هو مش هيفجر الموضوع ده في جسمي يا لميس. سبحان الله.
والحمد لله انت كويسه. بصي اللي هو ايه، يانا يا هو، يانا برافو، هو برافو عليك. عايزه اقول لك ان انا بحس لما بيبقى هايج عليا ليه، لما انا يمكن انت سامعه صوت ام كلثوم، انا عندي مقدس الساعه 11 بالليل اسمع ام كلثوم وحاطه الراديو بتاعي في المطبخ، اوكي؟ اول ما بعدي من جنب الاريال بتاع الراديو فبعرف ان هو نشط. يا ابتدي انا اشوف انا عملت ايه غلط. يعني انا معجبه جدا بتجربتك اماني، وهسمع من الدكاتره فكره ازاي تهزم، يبقى عندك قوه، وايه الوسائل الطبيعيه لهزيمه المرض دي. اعتقد انها فكره مهمه اماني، يعني بصراحه شيء مذهل. خديجه مقاله، اتفضلي يا خديجه. اتفضلي يا خديجه. استاذه خديجه، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله يا فندم، اتفضلي. الله يخليك. هي اهم حاجه يا استاذه لميس قلتيها، اهم حاجه يا استاذه اللي قلتيهم الجملتين، ان الراجل ازاي يقف جنب الست وفي تعبها. سبحان الله، فعلا. خديجه، انت مريتي بتجربه زي دي؟ لا والله مش بتجربه، بس بشوف حالات كتير فعلا، الستات دول فعلا كتير منهم غلابه جدا والله، والراجل ما بيقفش جنبها. والراجل ما بيقفش بجانب الست، وده خطا كبير. ما دي جريمه. يمكن هو لما بيبقى التعب بيزيد اكتر مع عدم وقوف الراجل جنب الست. طبعا طبعا نفسيا. طبعا. اشكرك يا خديجه، ميرسي. هدى من الغربيه، اتفضلي يا هدى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا برضو بصي الحاله نفس الحاله اللي معاكم في الاستوديو، هو انا اللي مريت بيه بالظبط برضو من 2009. نفس جالي وعملوا لي عمليه تحفظيه على الثدي، والحمد لله دلوقتي ما فيش اي حاجه، كان بس اصيب غده واحده من تحت الابط يعني، الحمد لله. وجوزي كان واقف جنبي وكان بيعيط علشاني وكل حاجه، بس انا بتكلم علشان لا، انا عايزه بقى بعد كده، اللي بعد كده بقى، ان هو الواحد مش لازم بس في المرض، لازم بعد المرض كمان، لان حالتي النفسيه يعني الواحد برضو انا عديت برضو بعد كده، شلت الرحم برضو حاجات وقائيه علشان ما يجيش فيها، وباخد ادويه بتاعتي، بس انا بتكلم عشان جوزي يهتم ان هو بعد كده يعني دلوقتي يهتم بيا زي ما كان مهتم بيا ساعه المرض. دي نقطة مهمة جدا، واضح ان احنا فتحنا صندوق الازواج الاسود. شكرا يا هدى، ويعني دي دعوة لكل الازواج ان هم يعني يدركوا شيء مهم. هنادي، اتفضلي يا هنادي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا هنادي، اهلا. استاذة لميس، ازي حضرتك؟ اولا بشكرك على اثارة الموضوع الهام جدا دوت. وانا ليا استفسار بس للدكاترة، يا ريت انهم يفيدوني فيه. انا اتجوزت تقريبا 19 سنة وحملت في ابني ورضعت لمدة سنتين، ابني دلوقتي عنده 11 سنة، وأنا من أول ما ولدت لحد دلوقتي لسه في لبن في الثدي عندي. بعد 5 سنين من ولادة ابني خلفت بنتي، وبرده كان اللبن موجود، وبرده رضعتها مفيش مشكلة خالص، وكملت يعني فطنتها عند سن السنتين، وبرده اللبن مازال في الثدي عندي، رغم ان انا حاولت كتير جدا ان انا اوقفه بالادويه اللي هي الانسولين. يعني بيقعد قد ايه بعد الرضاعه، بعد ما بتوقفي رضاعه يا هنادي؟ لا، هو تقريبا ما وقفش خالص من ساعه ما خلفت ابني. طيب، هيرد عليك الدكتور شعلان. في احيان كثير بعد الولاده بيفضل هرمون اللبن موجود لمده ابتو يعني لحد 3 سنين. اذا ما انقطعش في ادويه بسيطه جدا بيتاخد عشان تنزل هرمون اللبن، بس ده مش يعني بيمثل خطوره. لا خالص. طيب، ريم من اسكندريه، اتفضلي يا ريم. ريم يا ريم. ايوه، عايزه اسال سؤال بس للدكتوره الله يكرمها. اتفضلي. دايما بحس ان صدري دايما تقيل، دايما بحس ان هيبقى عندي مرض وحش، فمش عارفه اعمل ايه يعني. اكتشفت قبل كده قالوا لي كويسه يعني الحمد لله. عندك كم سنة يا ريم؟ حاسة ان انا عندك كم سنة يا ريم؟ عندي 42. لازم تعملي كشف دوري. يعني اكشف بقى يعني ماموجرافي يعني تروحي اعتقد في وحدات صحية بتسألي على قسم الماموجرافي وتعملي كشف على الصدر، الدكاترة بيقولوا. يعني
بس الحمد لله الاسره عندنا كلها ما فيهاش حاجه المرض ده. نعم. بس برضو يفضل انك انت هنا. انا عاوز اقول حاجه، 95% من حالات سرطان الثدي ما فيش تاريخ عائلي. ف 90 ل 95% من الحالات بتبقى حالات ما فيش اسباب عائليه او جينيه واضحه. مين معانا؟ بشير من الغربيه، اتفضل يا استاذ بشير. أيوة. اول راجل يدخل معانا، اتفضل. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ بشير، حضرتك اهلا بيك، منوره حضرتك، ربنا يكرمك. اتفضل. عندي المدام حضرتك كانت عملت الكانسر في المنصوره. أيوة. اللي هو الشمال. والحمد لله خدت الكيماوي والاشعاع وكده، بس دراعها الشمال حضرتك ورم جدا، فانا مش عارف اعمل ايه. خلصت امتى الاشعاع؟ امتى خلصت الاشعاع يا استاذ بشير؟ هو خلصت الاشعاع بقالها حوالي شهر ونص، يعني خدت الكيماوي والاشعاع. دكتور. الاشعاع بيعمل بعض الحروق والالتهابات في الثدي، وقد يستمر لمده 6 أشهر لسنه تقريبا، وببعض الكريمات الملطفه والبعد عن الحاجات اللي ممكن تلهب الجلد، كل ده بيروح بس بياخد شويه وقت وعاوز صبر. متشكره يا استاذ بشير انك مهتم والله. اشكرك. ام عبد الرحمن اتفضلي يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجه، اتفضلي. تحياتي استاذ اميتك وحولي. اهلا بيكي. بقول لحضرتك عايز اسال الدكتور على حاجه بعد اذنك. اتفضلي. انا حضرتك عندي 50 سنه ودايما حاسه ان اولا صدري كبير وكله كلاكيان من جوه، وساعات توجعني وساعات لا، فانا خايفه ما عندناش اللي حضرتك الوحده اللي حضرتك بتقول عليها دي. انا انت فين يا ام عبد الرحمن؟ ساكنه فين؟ في السويس حضرتك. في السويس. الدوره عامله ايه؟ انا صدري كبير وكله كلاكيع من جوه، مش عارفه طب هل الكلاكيع دي يعني كويسه ولا هي دي حاجه عاديه؟ انا بصراحه مش عارفه. المستشفيات يعني مستشفيات السويس ما فيهاش كشف الصدر؟ لا ده يعني مش عايزه اقول لحضرتك. لا يعني مش ممكن ولا مستشفى في السويس؟ احنا عندنا مستشفى عام واحدة ويعني على قدها. طيب. خالص يعني. طيب بصي، هو ان شاء الله ما فيش حاجة، ممكن تبقى اكياس مية، بس مهم قوي ان حضرتك تعملي ماموجرام. لو تنزلي لنا يوم الى القاهرة تيجي احنا تحت امرك وهنعمل لك كل حاجة محتاجاها حضرتك. معلش يا ام عبد الرحمن، بالتالي لازم تنزلي القاهرة، يعني ما تكسليش عشان لازم بجد تنزلي القاهرة. هنخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل، وهاخد بعض التليفونات. انا عارفه تقريبا وقتنا تقريبا انتهى، وبعد الفاصل اسالك عن الرجاله برضو السبورت سيستم. فاصل ونرجع ان شاء الله.